بعد قرار فتح استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات، ركود كبير شهده سوق السيارات هنا بالجلفة، فلا بيع ولا شراء إلا نادرا. السوق بالنسبة على السوق في دور اليوم والسوق هنا السومة ما كانش ناس ديكالات بالجغير الرئيس، أما كيطرعي لسوهم قاعدين قاعة قديمة ما كانش جديدة، البيع ما كانش، الشاري اللي يشتري ما كانش. أنا نشوفه في الأسعار راه يقول لك راه تراجع، بصح أنا نشوف فيها لا تراجع لا والو، راهي مزات تزيد، السراي ما كانش، السومة ما كانش، الناس هاي كاين اللي الله يحفظنا كاين اللي يقول لك الكروسة تاع 120 ولات ب 300. بايع خايف وشاري خايف، مش عارف ماذا كيما يسمى رايحة تدخل كما يقولوا راه الرئيس قرر باللي تدخل الكراس هذه اللي عدو طايق يروح يشري، سما الناس راها هايبة. تخوف كبير قاسمه الذي يشتري ويبيع، فمعظم السيارات المطروحة للبيع نجد أن جميع الأسعار قديمة أي قبل قرار فتح استيراد السيارات. أنا عندي ار 19 شاماط اليوم عطاو لي شنو غير اليوم عطاو لي 50 قاطعها ب 52. سوق رانا عندنا سمانتين لاحظوا فيه باللي راه بلوكي، وخاصة كي يصدر هذا القانون الجديد، كي يصدر هذا القانون راهي الأكثرية تاع الناس يقول لك 20 مليون راهي اللور. السوق عادي راه بارد السوق، ما نشوف فيه حتى عيا، ما كاين والو، قاعد اللي عنده كروسة شادها تاومو ما يبيعلكش، يبيع تشري ما عادي، الأسوام عادي نغزو فيها عادي. لا تغيير لا تغيير لا تغيير. أنا شنو هاربين قاسمته 110 واليوم عطيته فيه 60، ما نكذبش عليك. ما نبيعولكش أنا ب 60. صلاتنا. 60 طايق على 60، نشتي زوج هربان درك، انا ما نشتيش هربان. اذا طاح السوق اذا تم الوعد كما هو. ما طاونيش، ما سمونيش مازال. مازال ما سمونيش. 250. الجولة الاستطلاعية التي قمنا بها بالسوق اليومي بالجلفة للسيارات يكشف الركود الكبير لعملية البيع والشراء، لكن الأكيد أنها في بداية تراجع الأسعار.